خليني كمان اللي شاغل كل بيت في مصر النهارده التعليم. التعليم هيتم تأجيله ولا مش هيتم؟ هل التعليم هيتم في ميعاده ولا لا؟ هناخد اجازه نص السنه، هيبقى في امتحانات ولا الامتحانات اتلغت؟ خلينا ناخد ليه التعليق على هذا الخبر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم العالي. دكتور حسام مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. تحياتي لحضرتك. خلينا الاول نطمن، هل هيكون في تاجيل للعام الدراسي الثاني او هيكون في تاجيل للامتحانات ولا مش هيكون في تاجيل للامتحانات وهيبداوا مع بدايه 16 فبراير او بدايه العام الدراسي الثاني هيتم الامتحانات في اول اسبوع؟ هو اجتماع المجلس الاعلى للجامعات اللي انعقد بالامس 23 يناير قرر بدء الامتحانات منتصف او بدء امتحانات الترم الاول بعد انتهاء اجازه منتصف العام الدراسي في 20 فبراير، وكما وجه السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار بتوزيع جداول الامتحانات على جميع الطلاب في الاسبوع الاول من فبراير. وبالتالي فقرار المجلس وفق المعطيات الصحيه الموجوده حاليا انه سوف يتم عقد الامتحانات بعد الانتهاء من اجازه نصف العام مباشره. وهيكون في اول اسبوع زي ما حضرتك قلت كده. طيب بالنسبه لي هل هيكون مثلا الصف الاول والثاني الثانوي وده هيكون امتحاناتهم هتكون اونلاين مثلا؟ لا انا بتكلم على الجامعات. طيب خلينا طيب نروح طيب للجامعات. للجامعات كما اعلنا في بدايه العام الدراسي انه العام الدراسي السنه دي سوف يكون بنظام التعليم الهجين، جزء منه اونلاين وجزء بالحضور نتيجه لتغير الوضع الوبائي في الفتره السابقه في منتصف شهر ديسمبر وشهر يناير. وجه السيد الرئيس بان يتم استكمال الفصل الاول من خلال التعليم الالكتروني. النهارده في وسط الظروف اللي احنا شايفينها من تناقص الاعداد وتحسن الوضع الوبائي اعتقد انه سوف نعود مره اخرى الى التقييم وفق نفس النظام المعلن في بدايه العام وهو الهجين جزء بالحضور وجزء من خلال المنصات الالكترونيه. طيب كمان لو هنتكلم على المستشفيات الجامعيه عندنا اكتفاء ذاتي ونطمن الطلبه ان لو لا قدر الله حد يحمل اي فيروس هيكون نقله بسهوله. يعني الحمد لله احنا عندنا النهارده ما يزيد عن 33 مستشفى جامعي مخصصة للعزل. الحمد لله في خلال الأسبوع الأخير نسب الإشغال ونسب دخول العيانين قلت بشكل ملحوظ، وبالتالي وعدد المرضى اللي خرجوا متعافين زاد الحمد لله، وبالتالي عدد الحالات اللي موجودة في المستشفيات النهاردة هو أقل عدد منذ بداية ارتفاع الموجة، والحمد لله احنا عندنا يعني اكتفاء ذاتي على الأقل لمدة 3 أشهر من الواقيات والأدوية والمستلزمات الطبية وبيتم تجديدها من خلال هيئة الشراء الموحد بشكل دوري. طيب وأخيرا لو هنتكلم على الخطة الجديدة للجامعات الأهلية حضرتك هتقول لنا فيها ايه؟ هقول انه احنا بدأنا السنة دي بثلاث جامعات وان شاء الله هيبقى العام القادم في الجامعة الرابعة تدخل إلى الخدمة، بالإضافة إلى انه تمت توجيه السيد الرئيس والموافقة على انشاء 15 جامعه اهليه تتبع الجامعات الحكوميه، امبارح بس في حصلت موافقه مبدئيه على انشاء جامعه اهليه جديده تتبع جامعه المنوفيه، فالحقيقه انه المسار انشاء الجامعات الاهليه الجديده التابعه للجامعات الحكوميه يسير بشكل جيد جدا، هناك دعم قوي لهذا التوجه والوزاره بتتوجه بقوه لزيادة أعداد الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، وفي شكل معماري نمطي تم اعتماده لكل الجامعات الأهلية بحيث يحقق أكبر استفادة تعليمية مع أقل إنفاق عشان نحقق أكبر فائدة من التمويلات المتاحة. دكتور حسام أخيرا رسالة حضرتك لكل طالبات وطلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد حضرتك هتأكد عليهم يكونوا حريصين إيه على إيه مع بداية نزولهم للجامعات؟ يعني بداية أقول أنه هم الوزارة هو تحقيق تعلم في بيئة صحية آمنة، والحقيقة نحن لا نتعامل فقط كمسؤولين لكن نتعامل أيضا كآباء، والطلاب هم أولادنا وما لا نقبله على أولادنا البيولوجيين لا نقبله على أولادنا في الجامعات، وبالتالي حرصنا على صحتهم
إن لم يكن مماثل لحرصهم على صحتهم فهو يزيد عنه. ولكن نحن نحتاج إلى التزام الإجراءات الاحترازية، لأن العالم اتفق على أن التباعد، عدم التزاحم، غسل الأيدي، استخدام الكمامات هي الوسيلة الآنية لمنع انتشار الفيروس. الحاجة الثانية الأخيرة أنه نحن لا نذاكر عشان الامتحانات، نحن نذاكر لاكتساب المهارات والجدارات التي تؤهلنا للالتحاق بسوق العمل. وبالتالي لا تشغلوا أنفسكم كثيرا بآلية الامتحان، هل هو إلكتروني ولا بالحضور، لأن ده مش هيغير شكل المذاكرة. لما الامتحان يبقى إلكتروني ده مش هيخليك تذاكر أقل أو أكثر، لما يبقى بالحضور ده مش هيخليك تذاكر أقل أو أكثر. فانشغل بالحفاظ على صحتك وبالتعلم، ودعم يعني نضع الآلية المناسبة لحصولك على التعلم في بيئة صحية آمنة، ولا تلتفت للشائعات، خذ دائما الأخبار من المصادر المعتمدة وهي الوزارة المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم التعليم العالي، أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم.